بكرة هتبدأ الانتخابات الرئاسية بتصويت المصريين في الخارج، وبعدها بكام يوم هيكون التصويت في الداخل، وتحديدا أيام 10 و11 و12 ديسمبر. رسالتنا لكل المصريين في الداخل والخارج، لازم تنزلوا وتشاركوا، لازم تقولوا رأيكم في الأصلح والأفضل لقيادة البلد في الفترة القادمة. طبعا نقاط كتيرة هنتطرق ليها دلوقتي عن ملف توعية المصريين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بك. في البداية تقييم حضرتك للمشهد الانتخابي والاستعدادات اللي تمت حتى اللحظة. الحقيقة هو المشهد كله يعتبر جديد على مصر. احنا بنتكلم على تقريبا 4 مرشحين كبار ليهم وضع سياسي مختلف، كل واحد ليه شكل مختلف. احنا بنتكلم في 3 احزاب المرة دي بتشارك بمرشحين من خلال رؤساء الاحزاب، تم طرح الاسماء بتاعتهم، حصلوا على التوكيلات، الهيئة العليا رجعت الاوراق، وافقت على الترشيح، ما حصلش اي طعون من حد. فاحنا قدام 4 مرشحين كبار بنتكلم في 3 احزاب مشتركين في المشهد السياسي، تقريبا عندهم 83 مقعد في البرلمان، فهم ممثلين في الشارع، عندهم ناس، عندهم داعمين، عندهم ناس بتمثل وجهات نظرهم. فالحقيقه المشهد السياسي كله مختلف. لو بصينا على الحملات الانتخابيه اللي بتتحرك من ساعه ما بدانا الدعايه الانتخابيه لحد ما ان شاء الله تخلص يوم 7 بالليل، احنا بنتكلم على شباب بتقود الدعايه الانتخابيه في كل المحافظات. عندنا 27 محافظه ناس بتتحرك فيهم بشكل مختلف، الوضع كله شكله جديد. الهيئة العليا للانتخابات عندها مجموعة من البيانات والإصدارات اللي بتطلع كل يوم علشان سواء كانت التوعية أو التعليمات أو الحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات. حتى في الإعلام هنلاقي أنه في كمية توازن رهيب جدا ما بين كل المرشحين، كل المرشحين بيتم استضافتهم، كل الحملات الانتخابية موجودة وقادرة تعبر عن نفسها على مواقع الإلكترونية، على صفحات السوشيال ميديا. الحقيقة الوضع كله فيه زخم سياسي ما كانش حاصل في مصر قبل كده، لأول مرة بنلاقي الشكل ده في الانتخابات الرئاسية. طيب رؤية حضرتك لدور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين وفي وجودهم على يعني على الأرض مع المواطنين والشباب تحديدا، وتوعيتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، شايفه إزاي؟ الحقيقة الأحزاب السياسية لعبت دور مهم جدا من ساعة ما بدأنا، ويمكن من قبل ما نبدأ الانتخابات، ويمكن حتى من الانتخابات بتاعة 2020 في انتخابات البرلمان سواء كانت الشيوخ أو النواب. الأحزاب كانت متواجدة على الأرض ممثلة في البرلمان بشكل كبير جدا. عندنا أحزاب طبعا حصلت على الأغلبية، وعندنا أحزاب عندها 50 كرسي، 26 كرسي، 7، طبعا بدون ذكر أسماء الأحزاب اللي موجودة، إنما خرجت أحزاب من المشهد السياسي خالص، من البرلمان أقصد يعني، ودخلت أحزاب تانية مكانها. فالحقيقة الأحزاب موجودة من 2020 وممثلة وبتشتغل على الأرض. لكن في فترة الانتخابات الرئاسية بدأت تظهر تحالفات، يعني هنلاقي احزاب اشتركت مع بعضها حوالين مرشح معين، هنلاقي حزب اشترك لوحده ودخل بمرشح بتاعه، هنلاقي مجموعه احزاب بترشح مرشح تاني خالص بره الانتماءات الحزبيه اللي موجوده عندها. فالاحزاب كانت موجوده في الشارع من اول لحظه احنا بدانا نشتغل فيها في فكره الدعايه الانتخابيه. الاحزاب بدات تعمل مؤتمرات في كل الاماكن اللي هي موجوده فيها، سواء كانت في المحافظات او في المراكز او حتى في القرى، علشان تقدر توصل للناس وتكلمهم على فكره مين اللي انت لازم تنزل تنتخب مين بقى. كل حزب على حسب الايديولوجية بتاعته، كل حزب عنده مرشح هو بيأيده تأييد واضح ومطلق وهيبقى وراه وبيبقى بيتعامل معاه وهكذا. لكن الرسالة الأهم اللي احنا لقيناها من كل الأحزاب انه انزل شارك. يعني المهم حتى لما الأحزاب بتروح مكان وبتلاقي انه الناس اللي موجودة فيها ما بتأيدش الايديولوجية دي او ما هياش موجودة علشان تأييد المرشح بتاعهم، الحقيقة بنلاقيهم بيتحولوا مباشرة لفكرة طب انزل. يعني انزل شارك علشان خاطر مصر، علشان خاطر الشكل العام، علشان خاطر صورتنا قدام العالم كله بصرف النظر انت هتدي مين. وحتى الاقبال اللي عملته والتنظيم اللي عمله الاحزاب قدام مقرات الشهر العقاري في جامعه التوكيلات، اول ما بدانا خالص جامعه التوكيلات كان ادخل اعمل التوكيل لاي حد، بس ادخل وشارك وخلي كل الناس تقدر انها تبقى موجوده والمشهد العام يبقى موجود. كل الاحزاب الحقيقه بتتحرك بشكل كويس جدا، وكلهم على فكره بيعملوا مؤتمرات ساعات جماعيه، يعني بتلاقي 3-4 احزاب مع بعض عاملين مؤتمرات جماعيه كبيره. تحالف الاحزاب المصريه عمل يعني شكل كبير جدا وعمل مؤتمر كبير وحاشد،
كل الاحزاب في المحافظات من اول اسكندريه. يعني كل يوم عندنا مؤتمر الحقيقه في حزب بنروح نحضره علشان فكره شارك وفكره التأييد لبعض المرشحين وهكذا. فالحقيقه الاحزاب لعبه دور كبير جدا جدا من خلال نوابها ومن خلال طبعا قواعدها الجماهيريه. طيب ده مهم جدا خلال هذه الفتره منذ ان تم الاعلان عن انه هيكون في انتخابات خلال هذه الفتره، لكن انا عايز اتكلم مع حضرتك نرجع ورا شويه ونتكلم قبل كده. احنا عشان نزود نسبه المشاركه من كل فئات المجتمع لازم يكون في حاجه اسمها توعيه سياسيه. صحيح. فازاي الدوله اشتغلت على هذا الملف؟ والله هو احنا عندنا اكتر من حد بيشتغل على فكره التوعيه السياسيه دي. يعني هنلاقي انه في الاحزاب الكبيره عندها امانات بتتكلم على فكره التدريب والتثقيف السياسي، وهم شغالين على قواعدهم اللي موجوده في المراكز وفي القرى وفي المحافظات، بحيث ان هم يوعوا الشباب بتاعهم وتبقى يعني توعيه للتوعيه، انه الشباب دي لما بتاخد التوعيه جوه الاحزاب المفروض تنزل في مجتمعاتها المحليه وتبتدي تعمل نفس النوع من التوعيه. وزاره الشباب لعبه دور مهم جدا في الحكايه دي، وعاملين يعني الحقيقه جلسات كبيره جدا جوه مراكز الشباب للتوعيه والعمل وفكره العمل العام اكتر من العمل السياسي كمان، لانه لو انت هتشتغل عمل سياسي محتاج تبقى عارف يعني ايه عمل عام، انه انك تنزل الشارع وتتعامل مع الناس وفكره مجتمعك المحلي وايه احتياجاته وايه المقومات اللي موجوده جوه المجتمع المحلي ده علشان تقدر تستخدمها في فكره انك تشوف احتياجات الناس دي هتتلبى من جوانا ولا مضطرين نجيب حاجات من بره علشان تساعد. فالحقيقه وزاره الشباب لعبه دور مهم جدا، وزاره التعليم العالي ممثله في الجامعات واتحادات الطلاب عاملين شغل كويس جدا، تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين عندها برنامج كبير جدا لفكره توعيه التثقيف، واحنا بنتحرك بقالنا فتره مع اتحادات الطلاب ومع اتحاد طلاب الجمهوريه ومع اتحادات طلاب الجامعات، وعندنا مجموعه كبيره جدا من اللقاءات اللي اتعملت جوه الجامعات المصريه وجوه الاماكن علشان الحكوميه علشان نعمل نوع من انواع التوعيه، انه انزل وشارك، مش بس في الانتخابات الرئاسيه زي ما انت بتقول، انما من قبلها بفتره احنا شغالين في فكره التوعيه على فكره انه برنامج كبير جدا على فكره رفع الوعي. والدوله المصريه كلها مهتمه بفكره الوعي، انه الناس يبقى عندها وعي يعني ايه دوله مصريه، يعني ايه حدودك الامنه، يعني ايه الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها، يعني ايه الخطط، يعني ايه ان احنا نقدر نستحمل الوضع اللي احنا موجودين فيه علشان خاطر حاجات ثانيه. والحقيقه الوعي ده بدانا نحسه اول ما الانتخابات بدات. يعني عايز اقول لك انه احنا في الشارع قبل يوم 7 اكتوبر حاجه وبعد يوم 7 اكتوبر حاجه ثانيه. واحنا في الشارع قبل 7 اكتوبر الناس بتتكلم على الاكل والشرب والمدارس والتعليم والصحه والخدمات العامه او الحياه العامه او الحياه اليوميه بتاعه المواطن. بعد يوم 7 اكتوبر الناس بتتكلم مصر بس، حدودنا الامنه، احنا لازم نبقى محافظين على مصر، مصر ما نقدرش نتنازل عن حبه رمل منها. فتكتشف انه الوعي عند الشعب المصري اكبر بكتير جدا من اللي احنا متخيلين. طبعا فكره الوعي السياسي اللي هو زي ما بيقولوا عليه يعني اكاديمي مختلف تماما عن فكره الوعي في الشارع، لكن الحقيقه الوعي العام في الشارع يخليك دايما وعي عميق يعني زي ما قلت جدا جدا الحقيقه. ف يعني في من يعني في الشارع في وعي رهيب جدا عن فكره كمان الوعي الاكاديمي. طيب يعني انطلاقا من كلام حضرتك، حضرتك ذكرت انه الشباب بالفعل ليه دور كبير جدا في هذا السباق الرئاسي وليه دور كبير جدا في الشارع، ان كان من خلال توعيه شباب واخرين او حتى توعيه المواطنين بشكل عام باهميه هذا الاستحقاق الانتخابي، بس ده كان يتطلب تاهيل لهؤلاء الشباب، بيكون عندنا شباب واعي، شباب على درايه بالعمل السياسي. شايف حضرتك خلال الفترة اللي فاتت مصر قدرت يعني لأي مدى مصر قدرت أنها تؤهل الشباب أنه يكون حاضر بقوة في الحياة السياسية؟ الحقيقة ممكن أقسم لك الموضوع لناحيتين، الحاجة الأولانية الدولة المصرية في حد ذاتها، والحاجة الثانية الأحزاب. الدولة المصرية كان عندها برنامج مهم جدا اللي هو برنامج التأهيل الرئاسي البي ال بي، وده كان برنامج كبير جدا وتخرج منه مجموعة كبيرة جدا من الشباب، ومنهم دلوقتي ناس موجودين في مناصب قيادية تنفيذية وفي العمل العام. فالحقيقه ده كان برنامج مهم جدا اهل مجموعه من الشباب، شايفين قدراتهم وهم بيشتغلوا في العمل العام وهم موجودين في العمل التنفيذي. فده كان برنامج حطته الدوله المصريه بصرف النظر عن اي توجه او اي ايديولوجيه او اي حاجه تانية كانت الناس بتنتمي لها، قدر يخرج مجموعه من القيادات ولحد دلوقتي شغال وبيقبل ناس وبياخد ناس. وده يعني الاكاديميه الوطنيه للتدريب حاجه كانت على اعلى مستوى، بتقدم مجموعه كبيره جدا من التدريبات سواء في العمل العام او في العمل التنفيذي او في العمل السياسي. فالحقيقه بتخرج مجموعه كبيره جدا من الشباب كل فتره. على الناحيه الثانيه بقى فكره الاحزاب، انه لو انت بصيتي هتلاقي انه مجموعه كبيره جدا من قيادات الاحزاب اللي موجوده على الساحه واللي بتطلع في الاعلام واللي بتتكلم مع الناس هي مجموعه من الشباب، سواء كانوا حتى امناء تنظيم، امناء تدريب وتثقيف، او حتى امناء عامين جوه الاحزاب بتاعتنا اللي موجوده.
النموذج الاكبر والاشهر ويمكن عشان انا بنتمي له يعني تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هو كان اكبر نموذج تقريبا لفكره تاهيل الشباب. احنا بنتكلم على مجموعات كبيره جدا من الشباب موجوده كلها مؤهله على قدر علمي وعلى قدر اكاديمي وعلى قدر سياسي وعندهم وايديولوجيات مختلفه من اقصى اليمين لاقصى اليسار، كلهم بيقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده، عندهم القدره يتكلموا مع بعض. عندهم التجربه دي افرزت ايه؟ لا افرزت حاجات كتيره جدا، افرزت بجد انه مصر فيها شباب قادرين الفكره اللي كانت بتتصدر لنا زمان انه انتوا لما بتقعدوا مع بعض على الترابيزه بتتخانقوا، انتوا مش عارفين تتكلموا مع بعض، انتوا اصلا ما بتعرفوش توصلوا. الحقيقه لا، انت لما بتقعد على الترابيزه احنا منصه حواريه على اعلى مستوى، بقول لك من اقصى اليمين لاقصى اليسار، ما عندناش اختلاف الا او متجمعين دايما على فكره انه مصر اول مهما كانت القضيه، اكيد في مساحه مشتركه دائما وابدا، احنا قاعدين بنبحث عن المساحه المشتركه اللي ما بيننا وبين بعض، ما عندناش اختلافات. حتى احنا جوانا في التنسيقيه في ناس كل مجموعه بترشح مرشح من الاربعه، ما عندناش مشكله خالص، وبنقعد مع بعض وبنتكلم بالعكس بل بنستفيد بنتعلم انه المجموعه اللي بترشح المرشح ده طب ايه البرنامج، طب انتوا بتفكروا ازاي، طب المخرج السياسي عندكم طب ايه تصوركم للوضع الاقتصادي، طب ايه الفكره في الوضع الاجتماعي، وهم كمان بيتعلموا من المرشحين الباقيين. والحقيقه في كميه انصات رهيبه جدا من الشباب لبعضها جوه التنسيقيه، لانه في احترام لفكره الحوار اللي احنا اتعلمناه اول ما دخلنا التنسيقيه، في احترام لفكره انه في راي وراي اخر، في حاجه مهمه جدا مساحه مشتركه دائما وابدا. حتى احنا بره بقى لما بنخرج بره التنسيقيه بقينا بنتعامل مع الناس كده، انه فين المساحه المشتركه اللي ما بيني وبينك، ليه دايما بنخلق خلافات، الموضوع مش محتاج خناق، تعالى نقعد في المساحه المشتركه وهنبقى مرتاحين جدا وكل واحد فينا عنده المساحه الثانيه بيقدر يتحرك فيها لوحده. فالحقيقه ده كان النموذج الاشهر في فكره يعني تمكين الشباب جوه المجتمع المصري. فعلى الفتره اللي فاتت اتخيل ان احنا عندنا تمكين الشباب وصل نسبه كبيره من 60-70%، واعتقد انه في الفتره الجايه هيبقى اكبر بكتير ان شاء الله. طيب دكتور، الحقيقه كمان خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه كان في تطور كبير جدا في ملف المراه وتمكين المراه وحتى يمكن تمثيل المراه ان كان حتى في البرلمان وفي وزيرات، يعني حتى العدد نفسه عدد الوزيرات غير مسبوق، تمثيل المراه يعني وجود المرأة في البرلمان أيضا غير مسبوق. شايف حضرتك دور المرأة المصرية في هذا الاستحقاق الانتخابي إزاي؟ لا، هي الحقيقة احنا دايما بنقول المرأة هي اللي بتقود القاطرة في الاشتراك في الاستحقاق. احنا من 2014 واحنا السيدات هم اللي واخديننا ورايحين فكرة المشاركة اللي موجودة في الاستحقاقات الانتخابية. احنا دايما بنقول المرأة مهمة لسبب، هي الأم اللي قاعدة في البيت بتقول ابنها انزل، بتحس جوزها على انه انزل عشان مستقبلنا ومستقبل اولادنا، هي الست المتعلمه اللي قادره انها تسيب شغلها وتنزل عشان تدلي بصوتها وتطلع تاني، هي الحقيقه رمانه المزايا، لان هي اللي بتقدر تحفز كل الناس اللي موجودين حواليها. لو هي نزلت، يعني لو انت امك الست الكبيره نزلت انت هتبقى بتعمل ايه؟ ده والدتك تحت في الشارع انزل، انت لو زوجتك نزلت فانت لازم تنزل، انت لو اختك نزلت فانت نازل عشان تقف معاها وتبقى جنبها وتدلي بصوتك زيك زيها. فالحقيقه المرأة المصرية هي القاطرة الأولى والأساسية في فكرة دعم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من 2014 لحد النهاردة، وهو دائما وأبدا رهان الدولة المصرية على فكرة أن وجود المرأة هو رمانة الميزان بالنسبة لنا على فكرة الوجود في الاستحقاقات دي. الحاجة الثانية هي فكرة تمكين المرأة. عندنا تمكين المرأة طبعا بشكل كبير جدا بعد التعديلات اللي حصلت في يونيو 2020 على قانون مجلس النواب بعد تعديل الدوائر. احنا بنتكلم في 25% في وضع اللي احنا حطيناه تقريبا، بنتكلم 142 مقعد غير المعينين كمان وغير اللي نجحوا على المستوى الفردي، احنا بنتكلم في اكتر من 150 سيده موجودين في البرلمان، نسبه كبيره جدا اول مره احنا نشوفها، والحقيقه اداء فائق ورائع ما كناش بنشوفه قبل كده على كميات المعلومات اللي موجوده، الادوات البرلمانيه اللي بيتم استخدامها، ادوات الطرح، وفي منهم وكلاء في اللجان، في منهم امناء سر، في منهم بيبقوا الحقيقه يعني هتلاقي انه تمكين المراه سواء حتى على مستوى كمان الجهاز التنفيذي، هتلاقي مجموعه من الوزيرات زي ما حضرتك قلتي اداء راقي جدا وعالي جدا وناس قادره تبقى متفهمه، وده اللي خلى التجربه. يعني احنا دايما بنقول انه فكره انه يبقى في الدستور او في القانون حاجه بتقول انه نسبه للمراه 25% هي مش بس تمييز للمراه، لا هو فكره ان احنا محتاجين نحط التجربه قدام الناس لحد ما تنجح. فالحقيقه انا اتخيل انه المره دي هنلاقي انه في عدد من السيدات قادرين يجتازوا الانتخابات البرلمانيه فردي. في المره اللي بعدها احنا ممكن نشيل اصلا فكره 25% والمراه تقدر تقود العمل في الشارع بمنتهى البساطه من غير ما يبقى عندنا نوع من انواع التمييز الايجابي اللي احنا بنشوفه. ففكره التمييز الايجابي للمراه المره دي افرزت قيادات منها السيدات على اعلى مستوى في كل الجوانب، حتى في العمل الاهلي. يعني حتى في تحالف العمل الاهلي في الفتره الاخيره هتلاقوا مجموعة كبيرة جدا من السيدات بتقود، وكانوا موجودين قدام معبر رفح وعملوا المؤتمر بتاعهم. الحقيقة حاجة
مبهره جدا وتقدر تخلينا كلنا نقول انه وضع المراه في مصر بقى مختلف، لدرجه ان احنا عندنا بعض الناس تقول لك طب احنا محتاجين حقوق الرجل بقى، يعني حقوق المراه بدانا نوصل لاعلى حاجه. بس الحقيقه في وضع كبير جدا للتمكين، مكملين ان شاء الله. وانا اتخيل انه في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه هيبقى وضع المراه في المقاعد الفرديه مختلف تماما عن المره اللي فاتت. طيب باشمهندس، بما ان حضرتك ذكرت انتخابات 2014 و2018 انتخابات الرئاسيه، بكل تاكيد بعد كل انتخابات بيكون في تحليل المشهد الانتخابي، نسب المشاركه من الشباب، من المراه، من كبار السن، من السيدات وخلافه. الوتيره اللي احنا ماشيين بيها عامله ازاي؟ وده بكل تاكيد بيكون ناتج عن التوعيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها في بدايه الفقره. صح جدا، الوتيره الحقيقه ماشيه بالكيرف بتاعنا بيعلى. يعني احنا بنتكلم في 2014 نسبه مشاركه تقريبا من 35-36% من اجمالي الناخبين، احنا بنتكلم في 2018 41% من اجمالي الناخبين، لما كانوا 59 مليون مسجلين في القاعده الانتخابيه. احنا السنه دي عندنا 67 مليون مسجلين في القاعده الانتخابيه، احنا بنتكلم تقريبا فيما يقرب من 43-45 يعني في المية ممكن يتم المشاركه في الانتخابات. بنتكلم في 30 مليون على التقديرات العامه اللي موجوده، اللي هو طبقا للكيرف اللي حضرتك بتتكلم عليه، لكن نتمنى ان احنا نوصل ل 50%، لان المره دي الحقيقه نسبه التوعيه عاليه جدا، نسبه الشراكات اللي موجوده ما بين الاحزاب عاليه جدا، نسبه الشباب المشتركه في العمل العام بقت عاليه جدا. حتى العمل الاهلي زي ما بقول لك بدا يشارك في فكره الوعي. بصرف النظر عن العمل الاهلي ما بيشتغلش سياسه، انما هو بدا يشارك في فكره الوعي، مصر بالنسبه لك مهمه ولازم تديها كل الاستحقاقات اللي لازم تكون موجوده بالنسبه لك، وبالتالي هنلاقي شباب كتير جدا موجوده على الصناديق الانتخابيه، هنلاقيهم موجودين في فكره الدعم، وبالتالي هنلاقي انه عمليه وجود الشباب في الانتخابات عمليه مهمه جدا هتوصلنا ان شاء الله ان احنا نوصل ل 45 و50%، وبالتالي الكيرف بتاعنا هيفضل يعلى ان شاء الله. هي النقطه المهمه اللي حضرتك ذكرتها هي الوعي، مش فقط وعي سياسي، لكن لازم يكون عندك نوع من الوعي، تكون فاهم ايه اللي بيحدث في مصر وايه اللي بيحصل في دول الجوار، اللي بيحصل في الاقليم، ابعاد ما يحدث ايه، التطورات اللي بتحصل ايه هي بالظبط، وكمان تعرف يكون عندك وعي بامكانياتك انت وقدراتك انت، وده اللي الدوله اشتغلت عليه خلال الفتره اللي فاتت، ان يكون عندك وعي انت تقدر تعمل ايه. صحيح. طيب استاذ حسام، زي ما حضرتك كنت تتحدث عن فكره الديمقراطيه، وانه على سبيل المثال حضرتك ذكرت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كمثال لتطبيق الديمقراطيه. هي الديمقراطيه بكل تاكيد هي واحده من القيم اللي بالمناسبه بيتم التدرب عليها، يعني مكتسبه. صحيح. لأي مدى شايف الوعي، وعي الشباب تغير بهذه الفكرة، فكرة حتى قبول سماع الآخر، يعني إن احنا نتفق، حتى على الأقل نتفق، يعني عادي إن احنا تبقى آرائنا مغايرة لبعض، مش بس بتكلم على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لكن على أرض الواقع في الشارع نفسه، بما انكم في تفاعل مباشر دايما. احنا الحقيقه فكره تفاعلنا في الشارع بدا يخلينا نشوف انه واحنا قاعدين في الجلسات اللي احنا بنعملها، او سواء الجلسات النقاشيه او المؤتمرات اللي بنعملها علشان فكره التوعيه، الناس اللي قاعده عندها القدره انها تسمعك لحد الاخر، ودي فكره الانصات عموما هي ثقافه ما كانتش موجوده قبل كده، لانه واحده من الاليات المهمه ان انت تقدري تتعاملي او تنظري او تتكلمي في صحيح. تقولي وجهه نظرك، هو فكره انك تنصتي جيدا عشان تقدري تشوفي اللي قدامك بيقول ايه، ما تبقيش بتردي وخلاص. ففكره الانصات دي بقت موجوده عند الناس، الناس عايزه تسمع وتتعلم وتشوف هل ممكن كلامك يغير فيها، ولا هو محتاج يقول لك وجهه نظره علشان تتكلمي معاه. فالحقيقه احنا لامسين ده كويس جدا، وخصوصا لما بننزل الجامعات. لما بننزل الجامعات بقى المجموعه بتاعه الشباب اللي لسه عندهم طبعا الحماسه بتاعه الشباب وهم لسه في الجامعه، واتحادات الطلاب واللجان وهكذا، الحماسه دي ما بقتش زي الاول اللي هو احنا بنتكلم على اصوات حنجوريه كبيره وخلاص. لا، احنا بنتكلم على شباب واعي وفاهم عنده قضيه، لما بيطلع يكلمك في قضيه اجتماعيه، لما بيطلع يكلمك في قضيه سياسيه، لما بيطلع يكلمك بشكل ايديولوجي محترم على فكره انه هو احنا ليه مثلا محتاجين نتحول للراسماليه بدل ما كنا في الاشتراكيه، فتبتدي تلاقي ان النقاش ساري جدا. هو احنا ليه بنعمل، فلما تفهمين الموضوع احنا ليه بنعمل كده او الشكل العام كان ماشي كده ازاي، تلاقيه ان هو بدا يبقى بيفهم منك الكلام ويستوعب ويحس انه طب احنا ليه فعلا مش رايحين للفكره دي. حتى لو هو من جواه لسه مقتنع بفكرته، بس هو شايف ان انت عندك حق في اللي انت بتقوله، علشان كده هو بيحاول يسمع منك وبيشوف انه حقك ده انك تعبر عنه، وحقك انك تبقى موجود طالما انت على كرسي السلطه انك تنفذ وجهات نظرك، لانه ده حاجه بالنسبه له مش عيب ولا حاجه، لانه مفيش مشكله خالص يبقى عندنا وجهات نظر مختلفه نسعى اليها كلنا يعني. طيب سريعا، من خلال لقاءاتك مع الطلبه في الجامعات زي ما حضرتك كنت بتقول، ماذا ينتظر الشباب من رئيس مصر القادم؟ وبرضه من خلال حديثكم داخل التنسيقيه، زي ما حضرتك ذكرت انه في خلال من داخل التنسيقيه في اتجاهات لدعم الاربع مرشحين. صحيح. الشباب بينتظروا حاجات كتيره جدا، اولهم في الملف الاقتصادي، انه
بيبحثوا عن فرص عمل دائما وابدا تكون لائقه، بيبحثوا عن فرص تعليم اكتر، بيبحثوا عن فرص تكون ليها علاقه بفكره المنح اللي ممكن ياخدوها علشان يتطوروا يبقوا مؤهلين لفكره سوق العمل. الفكره الاهم بالنسبه لهم هو فكره الاطمئنان على مستقبل البلد، احنا رايحين لحد فين. وهم ده اللي هم دايما بيتكلموا فيه، دايما باحثين عنه. زي ما بقول لك احنا لما كنا بننزل قبل يوم 7 اكتوبر غير بعد 7 اكتوبر. النهارده الناس كلها بتتكلم على فكره احنا محتاجين نطمن انه مصر مستقره امنه، كل حدودها يعني سالمه ما فيهاش مشكله، مش هنتنازل عن حبه رمل من تراب مصر. وبالتالي الشباب دائما وابدا باحثين عن فكره الامان والوضع الاقتصادي والاجتماعي المستقر. الفكره الثانيه فكره التمكين. الشباب اللي موجودين في الجامعات بداوا يشوفوا انه اللي سبقوهم بثلاث اربع اجيال بداوا يتمكنوا بشكل او باخر، سواء في فكره العمل العام، سواء في فكره العمل الاهلي، حتى في العمل التنفيذي هنلاقي انه مجموعه من نواب المحافظين كلهم شباب 36 سنه و37 سنه، فبقى عندهم امل هم كمان، فبقى هم كمان عندهم امل. حتى في نواب البرلمان هنلاقي نواب برلمان عندها 34 سنه و36 سنه و37 سنه، فاحنا بنتكلم على واصغر بالظبط، فاحنا بنتكلم على شباب بدا يبقى عندهم احساس انه احنا جايين. يعني الجيل بتاعنا بعد 3 4 سنين يمكن في الانتخابات اللي جايه او اللي بعدها لما يبقى عندنا 30 سنه احنا كمان عندنا رؤيه ان احنا نبقى موجودين في الاماكن دي. فالشباب منتظر فكره التمكين الاكثر والاكبر بالنسبه له، الشباب منتظر وضع اقتصادي يخليه قادر على فكره ايجاد فرص عمل لائقه ومساكن لائقه بالنسبه له علشان يقدر يكمل دنيته. الاهم بالنسبه له انه دائما وابدا حريص على فكره انه مصر تفضل موجوده في المكانه بتاعتها. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حسام الجمل عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وارتلف عن صباح الخير. شكرا جزيلا، صباح الخير.